السلام ومرحبا بكم الناس كل في فيديو اخرى من Let's Solve Together. دونك كالعادة باش نمشيو الكود فورسز باش نختارو بروبليم سولو رانك ونحاولو نكوديوها مع بعضنا لايف لهنا تشوفو الفرصة تامت متاعي باش نكوديها باش نلقى سوليسيون. باهي دونك نمشيو الكود فورسز شتبع براتيكمون نفس البرانسيب. دونك باش نمشي البروبليم سيت باش نعمل تري سولون ريتينغ. دونك باش نقلبو انكريمونتال باش نمشي للباج الثانية. دونك فوالا باهي باش نكملو جوست بعد معناها البروبليم تاع آخر مرة. دونك باش نكملو جوست لي بعد بالضبط ونمشيو نقدمو. دونك كشاك فوا باش نحاولو نزيدو نسولفيو مور بروبلمز معناها لين نكملوهم الكل نكملو الستارتر باك الكل. باهي دونك نمشيو البروبليم هادي كالعادة تلقاو فيديو تلقاو ليان في الديسكريبسيون إذا كان حاجتكم معناها باش تجربوا فيها وحدكم. سينو نبداو نقراوها توا مع بعضنا ونحاولوا نحلوا البروبليم. باه دونك اسم البروبليم بير اند بيج براذر. Donc, bear, limac, wants to become the largest of bears, or at least to become larger than his brother Bob. Beh. Right now, limac and Bob weigh A and B respectively. Beh. It is granted that limac's weight is smaller than or equal to his brother weight. Beh. Limac eats a lot and his weight is tripled after every year. Beh. While Bob's weight is doubled after every year. Beh. نقلك لهنا عن زوز فما two bears وفما واحد اسمه ليماك والاخر اسمه بوب هما خوات. دونك بوب ليماك يوزن اقل ولا قد بوب وليماك كل عام الميزان نتاعو يولي فوا 3 وميزان بوب يولي فوا 2. ليماك يحب يفوت الميزان نتاع بوب. دونك انت لهنا قال لك انو after how many full years will ليماك become strictly strictly heavier than Bob. معناها وقتاش قداش لازمو من عام لماك باش يولي أرزن من بوب. دونك باهي في الانبوت نتاعنا شنو باش نلقى. The only line of of the input contains two integers A and B. A between A and B between 1 and 10. The weight of لماك and the weight of Bob respectively. دونك تلقى ميزان بوب وميزان ليماك. بون ليماك ومن بعد بوب. باهي ونحن سيبوزي شنو سيبوزي باش نحسبو قداش بوب لازمو من عام قداش ليماك لازمو من عام باش يفوت بوب. باهي دونك هذوما معناها الانبوت. دونك في العام الاول لي ماك شو لي فوا 3 وهذا شو لي فوا 2. دونك فوا 3 شو لي 12 وفوا 2 شو لي 14. في العام الثاني 12 فوا 3 باش تطلع 36 14 فوا 2 سي 28. دونك ذاك علاش الاوتبوت نتاعنا 2. باه دونك ديجا هذه موجوده في الاكسبلانيشن. باه 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 دونك لنا باش نحلو كالعادة الأونلاين كومبايلر نتاعنا باش نخدم على جي دودل. دونك نحل ديريكتومون البلاتفورم في ال سي بلاس بلاس. باهي كالعادة باش تلقاو 3 سكوند تاو إذا كنت تحبو تجربو معناها سوليوشن وحدكم سينو تنجمو تبعو معايا معناها السوليوشن نتاعي. باهي دونك شنو عندنا نحنا عندنا دو فاريابل عندنا ا و بي
نستخدمه باش نقراوهم. سين أ اي بي ب دونك لينا نجمو نعملو حاجة سامبل على الاخر. وايل أ أصغر أو يقال ب أي. دونك شنو باش نعمل هنا؟ باش نزيد فالور أخرى. ان بي years number of years تاخذ هذيك زيرو من الاول انيسيالمون. دونك لنا اشاك فوا كل عام الويت ميزان تاع لي ماك يولي فوا 3 والميزان تاع بوب يولي فوا 2. دونك بوب يولي 2 ب ب هير بس دونك هذيك الايديا نتاعي. بعد نخرج ان بي ان بي يوز ب. دونك نمشي كوبي ال الانبوت. دونك هادي سيبوزي تخرجنا 2 ساعة ثانية لنا فما 9 سيبوزي تخرجنا 3 يب. وهذي نورمالمون تخرجنا 1 فوالا بي. دونك هذوما هذي هي السوليسيون تاعي. نعملو سبمشن شوفوا اسكو صحيحه ولا لا. باه نعملو هكا ميك شور مختارين الكومبايلر صحيح لونجاج صحيح ونبعثو. باه اتس رانينج. نستنى شوية نشوفوا شو مش يعطينا. طولت شوية في التست فا اي بيه فانكات. انتانك ما هي الحاجة اللي بيه في الـ في اللي فاريابل A و B بين 1 و10. مي أكثر واحدة باش تطول هي معناها كي يعطيني الفالور متاع لي ماك الميزان متاعو الانيسيال 1 والميزان متاع بوب الانيسيال 10. دونك هذيك اكثر حاجه باش تطول. نجمو نجربوها لهنا باش نعرفو جوست ريزولتا نتاعها. ديجا 6 years باه. برشا كومبينيشنز دونك كيما تشوفو لهنا. بعد ساعات في الكود فورسز معناها تلقاو برشا تيست كيسز اللي انتي تنجم تكون اصلا مخديتهمش اون كونسيدراسيون. ديجا معناها كيما شفتوا في البروبلم عطيونا 3 تيست كيسز. وكيف تيستي معناها تبعث السبمشن تاع البروبلم تاع السولوشن نتاعك هي الما فما فينا معناها وصلوا 48 تيست كيس معناها يجربوا فيها. نتصور يجربوا في all the combination اللي تنجم تعملهم الكل معناها من 1 حتى ل 10 زوز نومر كهو. والا ينجموا يكونوا معناها قاعدين يجربوا زاده في حاجات اكبر. ما متصورش خاطر يو ماست تريست ذا جادج
إذا كان قال لك الـ numbers are between 1 and 10 دونك مش باش يعطيك حاجة ما أكبر. باي اون برانسيب نتصور فما 60 تيست كيس ما نتصورش أكثر. نجم يكون أكثر. باي فوالا بون طلعت صحيح فما 60 تيست كيس. ديجا كيما تشوفو انو اون تيرم معناها دو طون ديكزيكيزيون مش برشا و ميموري ماهيش مستعملة ميموري جملة. باي دونك باش نمشي لحكاية أخرى لهنا. معناها باش نفسر شوية علاش الشوا تاع كود فورسز. باهي و باش نحكي شوية على الرانكينج سيستم في كود فورسز. بالنسبة لكود فورسز معناها البروبلمز اللي تنجم تلقاهم لهنا بروبلمز ديفيرسيفي. معناها شفت تمشي مثلا لهنا للبروبلم سيت تلقى برشا انواع نتاع بروبلمز. معناها مثلا لهنا كونستراكتيف الجوريثم سورتينج فما هذه بروت فورس ديناميك بروجرامينج امبلمنتيشن وماث هذه نتاع جرافس. معناها تلقى برشا حاجات ميم حتى انت كي تحب تتعلم تنجم تختار حاجه بركه وتركز عليها ولا تختار كومبينيشن نتاع زوج حاجات تركز عليهم. بجينيرالمون اسهل معناها حاجات تبدا بهم هما الامبلمنتيشن implementation problems اللي هما ديجا نفسهم اللي نخدموا فيهم تو والا بعد ساعات تلقى math problems تلقاهم easy على الاخر كيما هذه example rating تاعها 800 وهي math problem فهمت. دونك ذوكما اول حاجات باش تركز عليهم يعني باش تخدمهم وباش تحاول تقدم فيهم للماكسيموم. سينو في الكود فورسز عندنا حاجة اللي هي ranking system كان لاحظتوا معناها ديجا لهنا الرانك نتاعي معناها يمشي ويطيح. علاش يمشي يطيح؟ خاطر براتيكمون عندي برشا مانيش قاعد نشارك ومانيش نلعب في لي كونتيست والرانكينغ هذايا معناها يطلع باللي كونتيست. دونك لازمك كي تشارك في دي كونتيست تحاول تسولفي از ماتش از يو كان ماذا بيك تسولفي برشا بروبلمز باش نجم تطلع الرانكينغ نتاعك الريتينغ نتاعك. خاطر معناها الريتينغ حاجه كيما نقولوا كلاسمون في عند الكود فورسز. باهي سينو هذيك هي باش تكون الفيديو نتاعنا باش توفر هنا منزيدوش نطولو اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو اي ا بيانتو بيس.